صبح يا فتح الصبح، انت مالك جاي من بدري ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قومتيني وانا نحلم بابوي، لسه نتكلم معاه في الحلم وانت صحيت. الله يسامحك يا الله، خبرت علي ابوي وهو غالي علي. آه يابا، لو تعرف ابنك عوض متمرمط يابا هنا عشان ياخذ حقه، مش عايز حد يعرفه. نايم في أوضة يابا من غير محارة ومن غير شباك، وفارش بطانية بنتغطى بيها في الليل وحاطها تحت مني في النهار يابا. عايش عيشة محدش يرضى يعيشها عشان خاطر ناخذ حقي ونرجع حقي اللي ضاع. ونطور رقبتك. آه يابا، لو أقول لك إيه اللي بيحصل معاي. قطعت مسافة كبيرة قوي في الطريق إن أنا ناخذ حقي، بس إن شاء الله يابا هنكمل. ربنا يسترها ومحدش يكشفني. بس يابا دخلت في سكة كده تاني، كان غصب عني اتكعبلت فيه، وهي صفية مش عارف نعمل إيه معاها. الناس دي كلهم يابا شايفينهم كويس، بس مش عارف يمثلوا عليا ولا يعرفوني ولا ما يعرفونيش. بس انا تهيالي ما يعرفونيش يابا. المهم مهما كانت الطريقة ومهما حبيته ولا حبيتني، حقي مش هسيبه. نوعدك يابا، طول ما انت معايا ونحس بالامان. لما نقوم نفطر، نصلي الاول وبعدين نفطر ونروح للارض. احسن حاجه ساعد وياسر ابنه، عشان ياسر دي سنه طويل. زعل نفسي ليه؟ بس هي مالهاش خاينة، هي في طبعها خيانة. هي محبتنيش، هي لو حبتني نبت الكبش. ماشي اني موريتك عمنا اللي في عشيني في عدر الحب حنان. انا مزعل نفسي ليه؟ بس ما فلفش وتقول تولع في داهي نار حصي على موقع نيل عليكم على وش ابوكي. ترى انزهق ازاي دلوقتي؟ الواحد زهق من قعدة البيت دي، الواحد زهق وضمر من قعدة البيت دي. الواحد عايز يروح يشوف شوف الفراخ ياكلها، ونظبط البط كده نحط له مي ونجيب عرق دي ونقيلين. انا زهقت خالص يا راي والله، بيقعد ربنا ما يكتب على حد يقعد. باقي بطل عنده مي ولا عنده اكل ولا عنده اي حاجه. ونسوان يطخوا يوم طخوا، حبوا القياله قوي والله. من الواحد احتار وانداه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت يا اخي ما قدامكش ميه ولا قدامك حاجه.
الأكل متواقع على طوالي. وكنت أنت هتنفع عيد أنت؟ والله الطبق ما أنت نفع عيد. شعرك توقف ليه العيد مش عارف؟ ديته حقوق الصوبر وديته شربه ما فيش فايدة فيه خالص. مش راضي يجيته كده ورصبة كبيرة كده. بس لحالي نشوف البطيات القريب. ما يواصل هو. ما معايا الباب. سيبين الأكل متلقى حزان الأكل كله واقع فيه على الأرض. طلع عمسك بنوالي جاو طلع هتعشى بيدي يا بنوالي.